هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل عصير البرتقال بالجزر، مغذي جدا مفيد جدا وطعمه دايما حلو قوي. عندي برتقال، عندي جزر مسلوق، عندي عسل او سكر او نستغنى عنهم لو حابين، عندي شويه من الميه، واخيرا شويه من مكعبات التلج. هنعمله كده ايه شبه السموذي شويه، فهنزل بشويه حلوين من التلج. حلو قوي، يلا مش هيخص. بعد كده البرتقال، خلي بالنا احنا مش هنحط ميه كتير لان البرتقال هينزل لنا ميه كتير. ثم اخيرا العسل. في جزرتين هنا زعلانين هم. هنزل شويه ميه صغيره، وبعد كده لو احتجت هزود. زي ما قلت لكم البرتقال اصلا هينزل لنا ميه كتير، فهنقلل كميه الميه. ندي ضربه كده، حلو قوي. كاسات التقديم بتاعتنا، وعلى طول اصبع القوام ده اللي احنا بندور عليه.